معتز اينو اللي كان معانا في المعسكرات، اللي دمه خفيف، اللي كان دايما قبل حتى المباريات المهمه واحنا رايحين نلعب برشلونه وما ادراك ما برشلونه وحتى المباريات النهائيه ودمه خفيف المقالب، دلوقتي بقى مدرب وبهزر برضه. بتهزر برضه؟ بنهزر مع الفرقه برضه. لازم، انت عارف ده بيبقى طبع ولاعيب الكوره دايما لو تنشن قوي بيبقى الموضوع صعب. مره انا تنشنت وانا بلعب، تنشنت جامد جدا وعملت بقى فيها ومركز، اتغيرت بقى في الدقيقه 27 يعني وانا مركز ده ماتش برشلونه شايف البدايه على طول. دي قعدت فتره شويه، صوره ميسي دي ترند كده عند الناس وعلى الفيسبوك وكده. ده طبعا يعني اي حد يتمنى اللي هو يلعب ضد ميسي، ودي كانت يعني شرف لاي حد يعني. اي نعم خدت كوبري في الماتش ده منه، بس وسام على صدري ان انا اخد كوبري من ميسي. السي في خلاص. طبعا انا كنت موجود في المباراه دي، انت رحت له بعد المباراه رغم ان هو كان زعلان وكنت عايز تغير التيشيرت معاه وما رضيش. هو ما رضيش. لا احمد السيد ما حد ما خدش خالص، ما حدش خد التيشيرت بتاعه خالص. احمد السيد خد بتاع بيول، انا خد ساعتها بتاع سيدو كيتا. وهو من كتر الضرب اللي انا قعدت اضربه له في المباراه يعني هو كان طالع متضايق يعني. بس انا رحت له بعد الماتش وقابلته وتصورت معاه، بس هو شخصيه محترمه جدا يعني. بس من احسن الماتشات اللي يعني اللي انا عملتها يعني. بس فانا كنت سعيد اللي انا. طب اللقطه كنت بتقول له ايه؟ كنت بقول له وط وط وط. هو انا كل كوره كان حتى في المحاضره اول ما كابتن حسام بدري قال لي انت هتلعب على ميسي، فاللعيبه كلها قعدت تبص. فاكر انت؟ حسام عاشور قعد يسخني قال لي انت هتعمل معاه ايه؟ ده يعني ده بيمرمط لعيبه اوروبا، مش هيعمل معاك انت ايه؟ فده كان اسلم حل اللي انا كل كوره قبل ما يستلمها اللي انا يعني اخش في جيم لازم اعمل فاول يعني. عشان انا لو ما عملتش فاول مع ميسي هيبقى الموضوع صعب بالنسبه لي. هيرقصني وهيعدي مني طبيعي. فانا كل كوره يعني كنت بضربه، بتعمد اللي انا اضربه لدرجه اللي هو اخر مزية بقى راح مكمل فيها في كوره كده. فبيبص لي طبعا اللي هو فاهمني ولا انا فاهمه، فانا هو وما بيتكلمش انجليزي، فانا لقيته بيبص لي قوي بيزعق، فانا طبعا مش فاهم، فروحت راجع له قلت له وات وات. بس فهي الناس بقى خدتها ترند يعني وبتاع، فكانت حاجه حلوه يعني.